طمن الناس يلا بس بينا. على تمرينه الفريق النهارده قبل ماتش ايسترن كومباني، تمرينه خاصه الى حد كبير بعد رحيل مستر بيتشو موسيماني طبعا، وفي وجود كابتن محمود الخطيب اللي حضر التمرينه النهارده زي ما حضراتكم شايفين. ماتش بكره تحت قياده كابتن سامي قمصان طبعا. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من داخل النادي ونعرف اخبار تمرينه النهارده، الحاله ايه، المود ايه. انا قلت انها فرصه للعيبه انها تعمل ريسيت، يعني نعتبر اللي فات مرحله فيها انجازات عظيمه جدا ما نقدرش ننكرها على مستر بيتشو موسيماني، وفيها بدايه فتره ومرحله جديده على الكل انه يستفيد من هذه الفرصه سواء كجهاز او كلاعبين. خلينا نروح لكريم ونقول له مساء الخير كريم، تنقل لنا اخبار التمرين الاخيره النهارده قبل مواجهه او العوده مره ثانيه لمباريات الدوري مواجهه ايسترن كومباني بكره. مساء الخير عليك طبعا الزميل العزيز احمد سمير، برحب بيك طبعا في البدايه، والشكر والتحيه موصوله ايضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يمكن زي ما انت اللي اتكلمت طبعا يا احمد، فرصه مهمه جدا لعيبه النادي الاهلي اللي ما بتشاركش خلال الفتره اللي فاتت، لان الحقيقه يمكن تلاحم كبير وضغط كبير جدا للمباريات خلال المرحله القادمه، ومرحله دقيقه جدا بقى محتاجه شخصيه كل لاعب، ومحتاجه التكاتف، ومحتاجه كل انكار الذات الكبير لعيبه النادي الاهلي، محتاجه كل لعيبه النادي الاهلي الكبار كل النجوم يكون في مرحله مهمه جدا، لان احنا عندنا ضغط كبير وعندنا مباريات حساسه. فيمكن كل الدعم الحقيقه للكابتن سامي قمصان، الكابتن محمد شرف، كل الجهاز الحقيقه، كابتن سامي قمصان من المدربين المخلصين للنادي الاهلي، فبنتمنى له كل التوفيق. وعشان كده من خلالك احمد طبعا بنقول جمهور النادي الاهلي السند والدعم لابد يكون دعم غير مسبوق الحقيقه خلال الفتره القادمه، لان ده مهم جدا الحقيقه للكابتن سامي واللاعبين، لان اللعيبه بتحس وبتلمس هذا الامر. مباراه الكاس الاخيره كنا محتاجين ان احنا نشوف جمهور في المدرجات، فيمكن خلاص المباراه انتهت قدرنا ان احنا نحقق الهدف المطلوب. عندنا مباراه مؤجله محتاجين نلم عدد كبير من النقاط خلال المرحلة القادمة، بداية إن شاء الله من مباراة إيسترن كومباني، اللي أملنا كبير جدا في لعيبة النادي الأهلي وثقتنا كبيرة جدا في الجهاز إن يكون تشكيل مميز وأداء مميز ورؤية فنية كالعادة طبعا للجهاز الفني من خلال محاضرات الفيديو. لكن عايز أكد لك على نقطة مهمة جدا الحقيقة، يمكن كلنا تابعنا طبعا الكابتن محمود الخطيب والكابتن زكريا ناصف متواجدين في ملعب التدريب، أحاديث كانت بسيطة جدا وكلمات كانت تحفيزية للكابتن محمود الخطيب، لكن بأكد لك مردودها بيكون كبير جدا على لعيبة النادي الأهلي. المرحلة مهمة جدا والقيمة الكبيرة ما بيكون متواجد الكابتن محمود الخطيب وبيتم الحديث مع لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله يكون المردود ده كبير في 90 دقيقه بنعملها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي غدا. تدريب النهارده يمكن اقدر اقول لك فقراته هتكون بدنيه، فقرات ايضا كمان جمل تكتيكيه، الكل جاهز الحمد لله. شفنا حمدي فتحي بيواصل التاهيل، منعم بيواصل التاهيل، ايضا كمان علي لطفي بيواصل التاهيل، لكن بجانب هؤلاء اللاعبين الكل جاهز ان شاء الله لمباراه الغد. يا رب ان شاء الله يكون التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي بكره، يكون في حضور جماهيري ودي نقطه مهمه جدا للاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي السند والدعم، ولاعبتنا كالعاده ان شاء الله تكون في قمه تركيزها. مباراه خارج الخطوط بين الكابتن علي عبد العال والكابتن سامي قمصان، لكن ان شاء الله يكون الاغلبيه للكابتن سامي قمصان ولاعيبه النادي الاهلي، ويستطيع النادي الاهلي الحصول على 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا قبل مباراه الزمالك اللي لها حسابات عديده جدا مع الجهاز الفني ولاعيبي النادي الاهلي. موقف الاصابات والناس اللي كانت بعيده وممكن تكون قريبه من المشاركه بكره كريم، يعني شفنا الحقيقه وليد سليمان بيشارك في التدريبات وشارك امس، فبنطمن على وليد ان شاء الله يكون متواجد في القائمه، ومنها يكون ليه دور كعادته طبعا في المباراه. لكن الحقيقه يمكن علي لطفي هو اللي لسه مستمر في التاهيل بجانب منعم زي ما اكدت لك، وايضا كمان حمدي فتحي، بجانب هؤلاء اللاعبين الكل جاهز لهذه المرحله المهمه جدا، محتاجين التكاتف وانكار الذات والتضحيات الكبيره المعروفه على لعيبه النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله تكون الامور كلها مهيئه غدا في مباراه الغد اللي هتكون على استاد الاهلي والسلام امام الاهلي وايسترن كامب. بكره المباراه الاخيره قبل مواجهه الزمالك يوم الحد اللي جاي، فده بيديها اهميه زياده ان شاء الله لعبتنا تكون جاهزه، وان شاء الله تطمن جمهورها بعرض قوي باذن الله قدام ايسترن كومباني بكره. بشكرك. كهربا النهارده ظهر، يمكن شفت لقطه ليه مع كابتن محمود الخطيب في التمرينه. كهربا متواجد وبيواصل التدريبات، والحقيقه يمكن عاقب وجود الكابتن محمود الخطيب مباشره والكابتن زكريا ناصف توجه كهربا، يمكن كابتن محمود الخطيب على طول في كلمات سريعه حفز طبعا محمود كهربا وطالبه ببذل جهد كبير جدا خلال الايام القادمه. فيا رب نتمنى كل التوفيق لكهربا وكل اللعيبه العائدين واللعيبه ايضا كمان اللي بتواصل التاهيل امثال اكرم وعمار، كل اللعيبه يا رب ان شاء الله محتاجين كل اللعيبه خلال المرحله القادمه، يا رب يكون القادم افضل للنادي الاهلي.